اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن رحلة استراليا ونيوزيلندا. طبعا استراليا الأسهل ما فيها أن أنت تأخذ فيزا من دولة واحدة، ما تحتاج فيزتين، وتدرس الإجراءات الجمركية ودخول والخروج من خلينا نقول دولة واحدة. فأسهل كان شيء فيها اللي هو قضية تخطيط، مو اللوجستي، التخطيط الإداري على أساس أنه خط سير رحلة. يبقى شيء ثاني في استراليا يختلف عن غيره، أنك تختار تبي تكون رحلتك سياحية أو رحلتك مغامرات. فطبعاً المخطط عندنا مهند، فتشاورنا واخترنا أن نروح في نص استراليا. طبعاً لما أتكلم عن نص استراليا اللي هو The Great Central Road of Australia، هذا اللي هو الطريق المركزي العظيم يسمونه، هذا طريق غير معبد وتحتاج إلى تصاريح خاصة أساس تعبر في هذا الطريق. ولازم تعرف أن في هذا الطريق أنت مقطوع، لا في اتصالات ولا في تقطيع ولا في أي شيء، في بس ثلاث نقاط استراحة اللي هو تابعة حق السكان الأصليين. فالحمد لله طبعا بدأت الرحلة إن بالطيران رحنا إلى مدينة بيرث، هي لأقصى غرب استراليا، قارة استراليا. مثل ما قلت إن قررنا إن ناخذ استراليا بالنص وليس على السواحل اللي هو الطرق المعبدة، نبي الطرق الغير معبدة اللي هو الطرق الرملية كلها. واجهتنا أول مشكلة، تأخرنا هناك تقريبا 9 أيام على أساس على الإجراءات الجمركية واستلام الدراجات من الشحن. شوية دائما استراليين ونيوزيلنديين صعبين من ناحية الجمارك والأشياء اللي لها علاقة بالجمارك. انطلقنا أول ما استلمنا الدراجات ثاني يوم، ومشينا تقريبا يوم أو يوم ونص، بعدين بدأت رحلة الأوفرود اللي هو ما في شوارع. المحطة اللي وقفنا فيها قبل هالمنطقة هذه اضطرينا بالأونلاين طبعا نقدم على تصاريح خاصة، لأن هذه مناطق كلها تابعة للسكان الأصليين اللي في استراليا، مثل شلون الهنود الحمر اللي كانوا في أمريكا لا زالوا أكو سكان أصليين لأستراليا. هذه اللي مناطق لا زالت مقاطعات تابعة لهم تحتاج إلى تصاريح خاصة على أساس تدخلها. طبعا الخدمات جدا ضعيفة هناك، جدا ضعيفة، طبعا ماكو تليفون، ماكو تغطية، ما في. الطريقة الوحيدة اللي احنا ماخذين كنا احتياطنا فيها اللي هو الساتلايت تراكر اللي هو جهاز التتبع عن طريق الأقمار الصناعية. طبعا هذا لا سمح الله إذا صار عندك شيء طارئ أنت ممكن ترسل رسالة استغاثة، ولكن لا تتوقع أن أحد ييك خلال يوم، لأن حتى الشيء الإسعاف الجوي الوحيد اللي موجود في هالمناطق اللي هو يسمونه الفلاينج دوكترز اللي هو الطيران مال الدكاترة، وهي منظمة تطوعية في استراليا ولهم بعض المدارج على هذا الطريق الطويل اللي بالصحراء، وحتى لما يوصلون لك ممكن يوصل لك ثاني يوم إذا بيوصلون لك، يعني وايد صعب لأنه ما في مدارج، كلها صحراء مفتوحة. يعني بدينا طبعا الحمد لله أول 330 كيلو أنا أذكرها بالضبط، أكو نقطة استراحة خذت معنا طول اليوم. بنص الطريق هذا مع الأسف صار حادث حق حسين، أخوي حسين، وتعوض المفصل عنده تحت القدم، واضطرينا طبعا نعدل له مثلا الدراجة عشان يقدر يقودها مرة ثانية. فاستاذ كان يدبر حاله ويدفع نفسه، وصلنا حق نقطة استراحة. في هناك استراليين اللي يديرون النقطة هذه، طبعا أشياء كلها خلينا نقول أساسية. سلفونا سيارتهم ثاني يوم، اضطرينا نقعد ثاني يوم، استلفنا منهم سيارتهم وانيت، رجعنا إلى أول قضية من بعد 330 كيلو. من هناك كان في أقرب مستوصف، هذا المستوصف أقرب طبيب ممكن يكلمهم بالفيديو 800 كيلو، فشاف حسين وفحصه كله بالفيديو، واضطرينا بعدين نرجع نكمل طريقنا. طبعا هذه العائلة اللي عطتنا اللي تدير المركز الاستراحة عطونا وانيتهم، شرطوا علينا تمرون البريد وتمرون الجمعية، أكو هناك جمعية يبون لهم الأغراض الأساسية حق خدمة المركز. ثاني يوم مشينا الحمد لله. طبعا مشكلة الطرق هذه ما في أي واحد يعطيك حالتها، أنت يا تشوف بالستلايت
جوجل، او انك the only way to find out is to go there and find out. لازم تروح هناك وتشوف شنو حال الطريق. فهذا اللي صار معنا. طبعا في اماكن كانت وايد صعبه، هاي الشطين، الكولجيتس هذا اللي المموج، هذه مسافات طويله. والمشكله وصار خراب عندنا بسيكل مهند اعتقد، واضطرينا نصلحه. كملنا اليوم الثالث، طبعا خلاص وصلنا الى حاله من الارهاق، من هالطريق تمشي انت طول اليوم تلقى لك مكان تستريح فيه. ثاني يوم، ثالث يوم كنا شوي مسرعين وتبدا العين تزغلل، لان الرمال هاي طبيعه الرمال، في شيء غامش في شيء فاتح، انت تقول انت تمشي الدبايه اللي ماشيين فيها قبلك، بس اوقات العين تبدا تخربط بين اللي ماشيين واللي مو ماشي عليه. فمهند شويه كان سرعته عاليه، وحتى تاخذك الثقه لما تمشي مده ايام كلها على طرق بريه ومقطوع وما تشوف شيء، تبدا تزيد عندك الثقه وما عندك السرعه النسبيه انك تشوف شيء قاعد تطوف عليه، فتزيد سرعتك وانت ما تحس بنفسك. اعتقد مهند زاد سرعته شويه وفقد السيطره على الدراجه وصار معاه حادث اكشر، يعني حادث امانه وايد كان وايد ازعجنا وايد خوفنا، لان جينا حق مهند نايم على الارض وما ندري شنو فيه يعني. طبعا ومطشر صندوق السيكل صوب، اللابتوب صوب، ويعني على مسافه 20 متر الاشياء طايره من الدراجه. يعني ساعدناه وان المفروض لازم يركب على السيكل ويكمل طريقه، يعني لان هذا كان الحمد لله اخر يوم اللي نوصل حق خلينا نقول مناطق شويه ماهوله بالسكان وفي طرق اسفلتيه معبده. يعني هذا كان اصعب مرحله في استراليا، اللي هو عبور هذه الصحراء. وكان ودنا احنا امانه نعبرها، لان هي تسجل واحنا شيء هدف كنا ودنا نسويه في اول رحله. طبعا بعدين استراليا مدن متباعده، طرق زينه بالنهايه. رحنا الى ملبورن، من ملبورن هناك هم قلنا روح تزمانيا جزيره تروح لها بعباره مثلا تابعه استراليا، ولكن مميزه انه في الحياه البريه مالتها، يعني وايد الوايلد لايف هذه موجوده. خذينا 4-5 أيام لفينا فيها، وبعدين كملنا رجعنا الى ملبورن، وكملنا الى سيدني، وسيدني الى بريسبن اخر شيء. ومن هناك قررنا ان نروح نيوزيلندا. طبعا رحنا نيوزيلندا، الجزيره الجنوبيه والشماليه. نيوزيلندا طبعا دوله جدا جدا جميله، رائعه بالجمال بصراحه، لا توصف جمالها. عدد السكان قليل، مناظر كثيرة متنوعة، طبيعة جدا متنوعة يعني، وخاصة بالجزيرة الجنوبية. وبعدها رحنا الشمالية، ومنها انهينا الرحلة. يعني الحمد لله كانت أمانة هي رحلة استراليا تعتبر بالنسبة لنا خذت 60 يوم. والخطة عادة في أي رحلة أنت إذا نفذت 80% من الخطة تكون أنت ناجح. رحلة استراليا نفذنا 105% تقريبا، يعني زدنا عليها شوية أشياء. الحمد لله يعني الحوادث اللي مرت علينا ما عطلت الرحلة إلا خلينا نقول يوم أو يومين. الرحلة هذه تعني لي، وأنا أحب أنصح أي واحد يفكر يروح استراليا، الطريق المركزي العظيم، أكو مشروع في استراليا يسكرونه، هذا مو يسكرونه قصية عبدونه، ترى إذا تعبد وصار أسفلت انتهت المغامرة اللي فيه. فأنصح أنا أي سائح أو أي رحال يفكر بالمغامرة، مو يفكر بالسياحة، يفكر بالمغامرة وروح الاستطلاع، يحب الاستكشاف والاستطلاع، أنصح بزيارة هذا الطريق، لأنه شيء يترك بصمة في ذاكرتك ما تنساها طول عمرك، وتنقلها حق أجيال، لأنه شيء مميز أمانة هذا في استراليا. راح
نتكلم عن رحلة نورث كيب في الدائرة القطبية الشمالية في النرويج. طبعا هذه كانت الرحلة الرابعة للفريق وفي سنة 2018، وخط سير الرحلة طبعا كالعادة احنا متعودين نختار خط سير يكون فيه يعني خلط من المغامرة ومن السياحة على اساس انه يكون يعطي طعم حق الرحلة، مو بس تكون رحلة يعني تمشي على الشارع وتشوف مناطق سياحية. فاحنا نحب دائما نخلط بين المغامرة وبين رحلات سياحية. فبدأت الرحلة بشحن دراجات إلى إيران عن طريق البحر بين شويخ، ومن هناك انطلقنا بإيران إلى أرمينيا، ومن أرمينيا إلى جورجيا، من جورجيا دخلنا روسيا إلى موسكو، ومن موسكو طبعا عن طريق سان بيترسبيرغ دخلنا فنلندا في أقصى الشمال، وطبعا يمكن من فنلندا السويد، من السويد إلى النرويج، اجتزنا الدائرة القطبية الشمالية إلى نورث كيب. طبعا لو أرجع شوية أنا نتكلم عن طبعا إيران بشكل مبسط، أنه خذت معنا 3 أيام إلى أن عبرناها، وبعدين يوم دخلنا أرمينيا كان شوية فيها طبعا جبال وفيها الطرق شوية غير صالحة يعتقد، فحصلنا فيها شوية مصاعب. بس من دخلنا جورجيا بعدين الأمور صارت أسهل، وروسيا طبعا الأمور وايد أسهل من جورجيا. الشيء الوحيد طبعا كالعادة ومتوقع حق أي رحال إنه تصير عنده أعطال ميكانيكية ولا أعطال صحية ولا أشياء تأخر المشروع. فصار عندنا في سان بيترسبيرغ عطل في دراجتين عند حسين ومهند، واضطرينا نقعد هناك 6 أيام أو 7 أيام ننتظر قطع غيار من موسكو، وصلحناهم واستمرت الرحلة. بس هذه كانت يعني عطلتنا تقريبا 7 أيام، بس هم عطتنا فرصة إن نشوف أكثر من سان بيترسبيرغ. سان بيترسبيرغ يعني كان المفروض نقول 3 أيام نشوف بعض الأشياء، لا والله شفنا المتاحف، شفنا الممرات المائية، وخذينا جولات سياحية إلى أن صلحنا الدراجات. طبعا يوم دخلنا بعدين فنلندا ومنها إلى السويد، ومن السويد إلى النرويج. طبعا كل ما تصعد شمال الشيء اللي أنت تلاحظه يطول النهار عندك ويقصر الليل، إلى أن توصل لمرحلة حتى لما تدخل في جوجل أنت بتعرف متى الشروق ومتى الغروب، ما راح تحصل في شروق وغروب، تلقى فقط الشمس طالعة ما في غروب نهائي. فلما وصلنا عند الدائرة القطبية الشمالية طبعا يحتاج الحين استعداد كامل. أنت طلعت من منطقة بالأمانة يعني كانت درجة الحرارة في خرمشهر في إيران 52، يعني احنا اليوم اللي مشينا فيه بعد ما استلمنا دراجاتنا من الشحن من العبارة وطلعنا الى منتصف إيران أمانة كانت شبه مجازفة، بس ما كان عندنا حل ثاني. طلعنا والحرارة كانت بالضبط 50 يوم تحركنا، وقبل صلاة الفجر أو كانت قريبة الخمسين، بس من شرقت الشمس وصلت الحرارة إلى 50، وكانت وايد خطرة أول 200 كيلو بالمشروع يعني بالطريق. فتخيل أنت تطلع في رحلة يبدأ أولها بهذه الحرارة الشديدة، وأنت الهدف النهائي عندك الحرارة تحت الصفر، فتضطر تلبس ألبسة جدا واقية للبرودة، حتى التسوس مثلا اضطرينا نشوف التسوس اللي الحرارية اللي تعطي داخل التسوس، لأن المنطقة اللي صاعدين لها جدا جدا باردة وما فيها ليل اللي منطقة نورث كاب. الحمد لله توفقنا، طبعا بتنا ليلة في فندق بعيد 70 كيلو، من لأن هذه الرحلة بحد ذاتها إلى المونيمنت هذا خلينا نقول المجسم اللي موجود في 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 نورث كاب، هذا اللي معظم اللي خلينا نقول المغامرين ولا السواح يوصلون له، فلازم ترجع بنفس اليوم لأنه ما في أي مكان تبات فيه. تقريبا كان 70 كيلو من أقرب منطقة فيها سكن، فطلعنا نفس اليوم والحمد لله توفقنا. يعني عادة هناك تكون
الهواء والظروف الجوية جدا صعبة. توفقنا ذاك اليوم كانت شوية مقبولة ووصلنا المكان ووثقنا ونزلنا بعدين. طبعا خط العودة كان بالنرويج. النرويج طبعا بلد مميز جدا جدا مميز بالجمال والطبيعة مالته والطبيعة المختلفة عن وايد دول شفناها في حياتها. طبعا دخول المحيط عليهم في الألسنة هذه البحرية الفيولز يسمونها. عبرنا النرويج خذت معنا أيام إلى الدنمارك، ومن الدنمارك طبعا وصلنا إلى ألمانيا وأنهينا الرحلة. خذت الرحلة معنا تقريبا 55 يوم. قطعنا تقريبا 12,000 كيلو. بدت من جو حار جدا إلى درجات تحت الصفر، وبدت في شعوب مختلفة، عادات مختلفة، ثقافات مختلفة، سياسات مختلفة. فكانت رحلة أمانة ما أقول سريعة بس كانت حلوة مختلفة، تشكيلة فيها حلوة من المغامرة والسياحة والمناظر والمحطات السياحية الحلوة. يعني عبور المنافذ الحدودية بين الدول هذه لازم تكون أنت عندك معلومات مسبقة، يعني لازم تدرس الوضع كامل، يعني كل دولة شنو تطلب من متطلبات مرور الجمركي أو السيارات أو يعني، لأن الدراجة تعتبر مركبة يعني زين. فكل دولة لها إجراءاتها، بس بشكل عام هي مركبة وأنت مسافر. إذا تطلب تأشيرة الدخول لازم تكون عندك مسبقة زين. فتأشيرة الدخول والدفتر الجمركي الدولي، وثانية التأمين يعني أول ما تدخل دولة. طبعا بعض الدول تتعطل وايد على منافذها، بعض الدول يمكن حتى يجري لك تحقيق أنت ليش جاي يعني زين. لازم تتقبل كل شيء. وصارت معانا مثلا في روسيا، أو خلينا نقول لما بغينا نطلع من إيران وايد طولنا على الحدود زين، على أساس إنه أنت شلون دخلت، لأن وقتها كان إيران ممنوع دخول الدراجات الكبيرة. فعلى يوم دخلنا بالخروج يبي يحقق معك أنت شلون دخلت، وأنا دخلت الحين خلاص شلون أطلع، هذا موضوع آخر، طلعني الحين أنا بطلع. فتصير معك وايد من الأحداث اللي لازم تتقبلها بصدر رحب. أحلى شيء بالترحال إنك تلمس الشعوب على طبيعتها على حقيقتها. ما يعني هو لازم تعرف شيء واحد، إن الشعوب ما تستقبل الرحال وتستقبل السائح، هي تستقبل الناس كإنسان. واللي تتعلمه في الترحال تتعلم إن الشعوب كلها متساوية. حتى أوقات انتقلنا إحنا خلينا نقول من إيران إلى أرمينيا إلى جورجيا إلى روسيا إلى فنلندا إلى النرويج إلى الدنمارك، لغات كلها مختلفة. ثق تماما ما تحتاج حتى اللغة الإنجليزية أوقات، لأن أنت تحتاج إلى مأكل ومشرب ومنعم نام فيه. هذه الثلاث أشياء متوفرة أي مكان تبيها، فراح تلقى أن الشعوب كلها على طبيعتها طيبة. هذه الرحلة بالنسبة لي أنا هي كانت من الرحلات اللي خلينا نقول الرابعة من الأساسية في كتشكيل فريق. وبالنسبة لي تلك الذاكرة جدا مميزة، أنه يعني لما وصلت بالشمال يعني أقول أنا واصل هني يعني في ناس تعاني أو ممكن تأخذ طيارة، بس أنا خذيت شهر ونص على الطريق على أساس أوصل هذا المكان. فطبعا أشكر الله على نعمة الصحة والعافية إن وفرصة أن حصلتها أن أوصل إلى هالأماكن وأسجلها وأبي سجل حياتي في ذكريات جميلة يعني الحمد لله رب العالمين.